السلام عليكم، أهلا بك عزيزي المشاهد في حلقة جديدة من برنامج انتبه. هنتكلم النهاردة عن حاجة ممكن تكون يعني تبان المصطلح اللي مكتوب دلوقتي قدامنا ممكن يبان غريب. ما المقصود بإيديوبليكس؟ إيديوبليكس دي إيديو يعني تعليم، بليكس يعني تعليم إدماجي. طيب هي المصطلح ده بدأ إمتى؟ المصطلح ده بدأ في 2002، واللي بدأوا الخالد الذكر الرئيس نيلسون مانديلا في جنوب أفريقيا. طيب يبقى هو دلوقتي اللي سبق وعمل الفصل اللي هو دمج الطفل ضعيف السمع مع الأطفال الأسوياء بداية من الحضانة لغاية الجامعة هو دولة جنوب أفريقيا، وبالتحديد في أيام الرئيس نيلسون مانديلا. طيب عمل ايه الرجل العظيم ده؟ احنا عارفين ان نسبة حدوث الضعف السمعي في الدول النامية زي مصر مثلا 1 من كل 100، هم 2% بس اصابة احدهما شديدة. الاصابة الشديدة دي هو اللي بتتعمل له عملية زرع القوقعة، بتتعمل خلاص. يعني احنا في البداية بنعرف ان ده الطفل ضعيف في السمع، بنلبسه السماعات، بندي تدريبات تخاطب، استجاب يا غير ما دخلك شر، ما استجابش، فبتتعمل عملية زرع القوقعة. بتتعمل عملية زرع القوقعة في عمر 2. طيب الناس بتبقى فاكرة ان الطفل بيطلع من العملية دي بيسمع، لا، ده هو العملية بتتحط الوحدة الداخلية، لكن بعد كده بشهر بيكون الجرح ده التئم، وده بياخد شهر على ما بيلتئم، بتتعمل الوحدة الخارجية. وبعد الوحدة الخارجية بيبتدي دور التدريبات التخاطبية على مستوى الفردي والأسرة والحضانة. هو ايه فكرة العلاج الإدماجي ده؟ ان بتتاخد الأطفال دي بيبقى من عمر 2 و11 شهر، يعني في عمر 2 بتبدأ جلسات التخاطب، لكن هو الفصل بيبتدي من عمر 3 سنوات، ويبتدي يبقى الطفل ضعيف السمع جنبا إلى جنب مع الطفل الطبيعي، فبنقول عليه إدماج. طيب إزاي الطفل ضعيف السمع هيسلك مسلك سوي مع الطفل الطبيعي اللي بيسمع كويس؟ ما هو بعد ما بنعمل عملية زرع القوقعة وبياخد تدريبات التخاطب بيكتسب اللغة بشرط يروح الحضانة والأسرة تتجدع معنا وهكذا. طيب هو بتبتدي الفكرة ازاي؟ بناخد الأطفال من عمر 2، وبتتعمل كما لو كانت حضانة متخصصة بضعاف السمع، بس بيبقى نسبة 1 إلى 5. يعني ايه؟ يعني لو عند طفل ضعيف في السمع في الفصل يبقى يقابله 5 أطفال طبيعية في نفس الفصل. طيب يبقى دلوقتي عدد الأطفال في الفصل كام؟ 25، منهم كام طفل معمول لهم زرع قوقعة؟ 5، ودول مع بعض من اللي من الحضانة والابتدائي والإعدادي والثانوي لغاية ما بيخلصوا الجامعة. يعني الكلام القديم بتاع ان الطفل ضعيف السمع بيبقى متأخر عام دراسي عن أقرانه، لا، ما عدناش بنقوله. طيب هو ايه الميزة؟ الميزة ان بقى الطفل لما يحس انه في مجتمع الأسوياء بيبقى غير ما يبقى مع الصم، لا، هيبقى دلوقتي تأهيل إدماجي أو تعليم إدماجي. 5 أطفال ضعاف السمع من 25 اللي في الفصل بداية من الحضانة لغاية ما بيخلصوا الجامعة مع بعض، بس بتعوز الفصل يبقى مترتب بستاير على الشبابيك والنوافذ والأبواب وسجاد على الأرض معزولة تماما، وبيبقى نظام التكبير في الفصل ده اللي احنا بنقول عليه FM system. الاف ام سيستم ده لاسلكي، يعني بيبقى المدرس قاعد هنا والطفل على بعد مثلا 6 متر، وبيبقى بيسمع لاسلكيا بالإضافة إلى جلسات التخاطب. والحاجة التانية بيبتدي المقرر الدراسي يبقى 1، وده تأهيل إدماجي، وهو ما بدأ وبدأ في معهد السمع في إمبابة، وبدأ في جامعة عين شمس، اللي هو بدأ الفصل الحضانة اللي هيكملوا مع بعض من الحضانة وغاية التعليم العام التعليم الجامعي، وما بيبقاش فيه فرق ما بين ده وده.